وصلنا لفقرتنا الختامية. فرح وكثير من الناس بتنتظر هاي الفقرة خصوصا بالشهر الكريم اللي هي فقرة الطبية. رح نحكي فيها طبعا مثل العادة دائما نعرف فوائد الصيام، ولكن بنفس الوقت أيضا إذا كان في عادات صحية مرتبطة خاطئة بفترة الصيام الطويلة فهذا الشيء رح يرجع بالشكل السلبي. بقدر ما هاي الساعات الطويلة ممكن تخلص الجسم من السموم، ولكن ما بعد الصيام إذا ما كان مضبوط فهو أيضا ممكن يفاقم هذا الوقت الطويل ويزيد من أعباءه على الجسم، وخصوصا للناس اللي بتعاني من أمراض متعددة. سلمى، طبعا منقول دائما أنه شهر رمضان الكريم وساعات الصيام الطويلة هي فرصة حقيقية لحتى نحن نستفيد من النتائج الإيجابية للجسم، سواء من تقليل الوزن والتخلص من كافة أنواع السموم اللي ممكن نكون نعاني منها خلال الأيام الماضية. لكن البعض الآخر مثل ما قلنا ممكن تكون ردة الفعل عكسية ويتناول كثير من أنواع الأطعمة، مثل ما منقول يكون في تخبيص بالأكل من الحلويات إلى سحور إلى إفطار، وهون ممكن تكون النتائج كتير عكسية وسلبية. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، الصيام كيف بيكون هو مفيد للإنسان ونتائجه إيجابية، مع دكتورة دينا عطار. يسعد صباحك دكتورة ورمضان كريم علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. خلينا نبلش، يعني نحن ساعات طويلة يوميا عم تكون عنا من الصيام، يمكن تقريبا 14 إلى 15 ساعة. هذا الشيء قديش له فوائد، ولكن بنفس الوقت كيف أنا استثمر هاي الفائدة من الصيام؟ هلا بنرجع اهم شيء مثل ما كنتي عم تذكري انه العادات الصحيه اللي عم نقوم فيها هي اللي حتخدم الصيام. يعني رحنا الهدف الاساسي من الصيام انه هو مثل ما قلتي تنظيف الجسم من السموم، اعاده تشكيل خلايا جديده، خفض مستويات السكر، تريح الجهاز الهضمي، تريح البنكرياس، تريح الكلى، كل هدول هن من خلال الصيام. ولكن اذا رحنا كنا عم نعمل عادات غذائيه خاطئه فهي بالعكس حتعود بالسوء اكثر ما تعود منفعة بهذا الشهر، وكذلك لا يعني حيكون الكارثة أكبر على الجسم من الصيام. لذلك بنلاقي كتير ناس بعد أول يوم ثاني يوم الصيام كتير صاروا بدهم أبدا مستشفى أو دكتور أو كذا، لأنه هنا كان العادات اللي كانوا عم يستخدموها هي عادات خاطئة. طب خلينا نحكي بالمقابل عن العادات الصحيحة، وكيف بنقدر نحن نصوم هاي الأيام الطويلة ونصبر على الساعات الصيام كمان الطويلة ونأخذ نتائج إيجابية. هلا اهم شيء رحنا مرحله اول مراحل الفطور، دائما رحنا المشكله انه صايم مثل ما بيقولوا عينه جوعانه، يعني ببلش بقى انه انا بدي مثلا بدي الحلو، بدي الشوربه، بدي الطعام المدسم، ببلش انه ناكل كل هدول، وبنبلش انه في سباق هون انه بدنا ناكل كل هدول بوقت قصير ونخلص. لا، اهم شيء نحافظ انه رحنا على اول شيء الترتيب اللي نفوته على المعده، يعني رحنا المعده فاضيه ساعات طويلة، فما فجأة بدنا نفاجأ بكل هالكميات من كميات الطعام. نحاول نفوت الطعام أول شيء بالتدريج وبكميات قليلة، يعني حتى تمتص على مهل المعدة وتقدر إنه تأخذ الفائدة الغذائية من البروتينات ومن المعادن الموجودة بالغذاء. فأهم شيء حتى شرب المي، رحنا من العادات الخاطئة اللي بنشرب مثلا إنه أول شيء رحنا بنقول بلش خليني عطشانة بدي أشرب العصير. طيب رحنا وقت شربنا عصير فوتنا كميات سكر كتير للجسم، وعملنا فاجأة للجسم اللي كان عنده انخفاض كتير بمستوى السكر رفعناه بشكل كتير كبير. فلا، رحنا مفروض مثلا نبلش بكاسة مي، وحتى كاسة مي مو كاملة نشفطها فورا، هي منريقة على مراحل، وبعدين من ثم أول شيء الشوربة لأنه هي دائما السائلة فبيكون الامتصاص أسهل، بهيئ المعدة وبهيئ جدار المعدة إلى الامتصاص. بعدين مثلا منبلش بالسلطة اللي هي كمان غنية بالسوائل وغنية بالألياف اللي بتساعدنا على امتصاص الغذاء. أكيد. طيب دكتورة، كمان مشكلة بيعاني منها الصائمين اللي هي التجفاف، خصوصا إذا كان عنده شغل أو فترة طويلة من الصيام نفس الوقت بيعطش كتير فممكن يعمل تجفاف. هل الطريقة الصحيحة فقط تقسيم عدد كاسات المي اللي لازم يشربها، أو السوائل شو ممكن يستعيد فيها؟ اهم شيء المي، ما بتغير عن المي، المي هو الاساس. ما فينا نقول رحنا حنشرب عصير ولا حنشرب حليب ولا حنشرب لبن هيعوضنا على المي. صح، هو فيه كميات من المي بس المي هي الاساس. فرحنا لنتجنب انه يصير عندنا تجفاف فرحنا بدنا نقسم كميات المي بعد فتره، يعني من خلال فتره الفطور للسحور نقسم
نقسم كميات المي. هلا دراسات كلها قالت انه تقريبا حتى يعني لو رحنا بفصل الشتاء وجسم ما كثير بتحسي انه بيطلب مي مثل فصل الصيف، بس تقريبا الرجل بده 3.7 لتر باليوم، يعني تقريبا شيء 15 كاسه، وبالنسبه للنساء تقريبا شيء 11 كاسه لترين فاصلة 7 من الماء. فلازم نقسمهم هدول يعني بين كاستين لكل ساعه لحتى يكون انه رحنا اخذناهم بين الفطور والسحور. المشكله اللي كثير منوع فيها انه رحنا باخر فتره قبل الاذان بالسحور، يعني قبل ما يؤذن اذان الصبح بالسحور، فبنركض انه نشرب 3 كاسات مي او كذا، انه يي رحنا هدول حنحطهم كمخزون. بالعكس تماما، الكلى حترهق بطرحهم من الجسم وليس كمخزون، رحنا جسمنا ما بيخزنهم، فحتطرحهم بسرعه وانت ما حتستفادي منهم نهائيا. السؤال دائما انه كمان مرضى الكلى اليوم شو تاثير الصيام عليهم، كيف هل بيقدروا يصوموا او لا، وشو هي الطريقه الصحيحه لتناول الفطور او السحور او حتى كميات الماء المسموح؟ تماما. هلا بالنسبه لمرضى الكلى حسب كل حاله كل مريض، يعني ما في حدا يقول لانه في عندك مثلا انه في حدا عندهم حصوات، في حدا عندهم مرض كلى مزمن، في عندك التهابات بسيطه، في عندك اصلا ما حاسين انه عندهم شيء على الصيام، بلشوا يحسوا بنقص الماء، بلشوا يحسوا بهي الاعراض. فهذا بيرجع يعني لكل شخص تقريره وللطبيب المتابع للحاله تماما، لانه دائما كمان بيترافق مع حالات يعني الكلى المزمنه بيترافق معنا ارتفاع بضغط الدم، ممكن ارتفاع بالسكر، ممكن امراض قلب، ممكن احتباس سوائل. فهذا كلياته كل شخص بحده ممكن هو الدكتور المشرف على حالته هو يحدد هذا الشيء. واهم شيء رحنا اذا بنعرف حالنا انه رحنا رايحين لهذا الشيء، يعني او رحنا عنا سبق مرضي بهذا الشيء، اول شيء كمان نهيئ امورنا قبل رمضان وننتبه شو رحنا عم ناكل بقلب رمضان. يعني اذا حدا عنده هذا الموضوع فهو بده ينتبه على كميات البروتينات، بده يحسب السوائل قد ايه داخل وقد ايه خارج، تقريبا قد ايه انا عم بتناول سوائل، بده ينتبه اذا انا عم يرتفع ضغط الدم عندي، بده ينتبه على طريقه الطعام ما يكون في غنية بالصوديوم مثلا، يكون في مخللات ويكون في مكسرات مليئة بالملح، ينتبه لكمية البوتاسيوم. يعني كل هدول الأمور كتير ضرورية أنه ينتبه عليها المريض من خلال النظام الغذائي اللي عم يتبعه برمضان. أكيد. طيب دكتورة، دائما نسمع أنه في حالات بتكون مزمنة من مرضى الكلى، والبعض بيقول بينصح وخصوصا هذا النوع من المرضى أنه ما يصوموا، انه هذا الشيء ممكن ياثر على جسمهم او لا، انت كيف تشوفي الموضوع؟ انا برجع بقول لك انه كل حاله هي على حده، وانا ما طبعا اذا طالما عندنا شيء مزمن رحنا اكيد لا حنتجنب الضرر اللي ممكن يكون اكثر، يعني رحنا اذا كان هو عنده ضرر بالكلى، ضرر مزمن، ورحنا راح للصيام، ممكن يكون هون راح لفقد عمل الكلى بالكامل، فات بدوامه ثانيه، فاكيد لا مفروض نداري هذا الموضوع. بس برجع بقول لك هو كمان يعني قدره الشخص بحد ذاته، تعامله مع الصيام وتقرير الدكتور المشرف على حالته. طب خلينا نحكي شوي عن الاشخاص الاصحاء السليمين، هم كان يلي ما بيعانوا من اي امراض ومتاكدين من هذا الشيء نتيجه فحوصات معينه، كيف بيقدروا يمكن يخفضوا وزنهم بطريقه صحيحه خلال شهر رمضان الكريم؟ نحن خلال شهر رمضان عندنا فرصة كتير ذهبية، لأنه الجسم تختلف عمليات الحرق فيه، فرحنا ما عم يحرق بس كلوكوز، رحنا صار هون عم يحرق دهون، تحول الجسم لحرق الدهون. حرق الدهون هي كلياتها المخزنة بالكبد وبالعضلات كلياتها، وهي اللي حاملة السموم. فرحنا هون وقت عم نحرق دهون، وخاصة بالفترات يعني الفترات الصباحية الأولى لسه بيكون في شوية كلوكوز رحنا محتفظين فيه عم يحرق الجسم. الفترات اللي قبل الفطور يعني عندك قبل ساعة من الفطور بلش هون أكيد الجسم صار عم يحرق هي. فمثلا اذا رحنا شوي عم نعمل تمرينات رياضيه، عم نمشي، فرحنا بنكون هون عم نفوت على مخازن الدهون فورا. هذا الشيء ما كثير بنلاقيه برات رمضان، لذلك رحنا حتى هلا دراسات صارت تروح لشيء اسمه الصوم المتقطع تمثلا برمضان واللي بيحدث بجسم برمضان. الشيء الاهم انه كمان نوعيه الاكل اللي عم ناكلها، يعني كثير رحنا بشهر رمضان مثل ما كنا عم نشوف بكل منطقه في حلويات خاصه برمضان، ننتبه انه اكيد الحلويات في لها شيء مفيد، وبالناحيه الثانيه في شيء لها يعني وقت بتكون مثلا مقليه غنيه بالدهون غنيه بالسكريات. طبعا شهر رمضان ما هو شهر حرمان، فيني انا مثلا جعبالي قطعت حلو جعبالي ناعم ممكن مره، بس مو يوميا 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 بكميات كبيره جدا. فلازم رحنا مثلا نعمل توازن خلال شهر رمضان، ومثل ما كنت عم اقول نشوف شو عم يفوت لجسمنا شوي شوي، يعني بالتدريج ونوقف يعني
يعني رحنا مو من الفطور للسحور بدنا نكون دائما عم ناكل بكل هالفتره، هي ما انا فتره تعويض، رحنا وجبه واحده هي كافيه ان تعوض، والسحور نحافظ عليه بوقت السحور. يعني انا كثير بشدد انه هو عن جد قبل صلاه الصبح بوقت السحور وليس قبل، لانه انت هون وقت عم توصلي خاصه على السحور عم تعطي نسبه مثلا انت اذا متحافظه بالطعام انك تاكلي شيء فيه بروتين فهو حيكون يعطيكي شبع لمده اطول اكثر من ما انت تكوني عم تاخذي ماده سكريه او حتى خبز، لانه هدول ما فيهم الياف فحينهضموا بسرعه. أكيد يعني نصائح متعددة، ورح يكون لنا طبعا لقاءات تانية خلال الشهر الكريم لنحكي عن فوائد الصوم وبعض طبعا النصائح من حضرتك. شكرا لك. أهلا وسهلا. كل الشكر لك دكتورة، ورمضان كريم، بقية نهار حلو. أهلا.